ما نخدم رأيي يعني القرار ديالي. المناقشة الآن اللي خصها تكون اللي توقعنا بها هو الرأي العمومي والطبيعة الإلزامية ديالي، يعني نحن أمام تنفيذ رأي ماشي أمام المناقشة. الحزب الوحدة الحكومية هي حائز القوى الشيء المقبل، يعني كنحققوا القوضة اللي ما كيعرفوش الأمازيغية، ما كيعرفوش العرقي الدين في هذه البلاصة، كنوليو أمام حكم القضاء. نحن الآن الرؤية الكاملة ديال الدولة المغربية أننا رأي أمامي. النقاش اللي خصو يكون في إطار التنفيذ، إذا رجعنا كلمة مجانية وبديتو الشكل اللي عارف نجيو ليه. الأسباب اللي قالوا هذا باش تعتقد النقاش لا يرتبط بالدفع ديالنا نحن. أنا رأي أمامي، واش غادي نقولو بغيت. وهذا هو الإلزام، وظائف الإلزامية. كيقول نحترم الأمم المتحدة. نطلب من احترام القرارات ديالها إذا كنت كتحترم الأمم المتحدة، احترام القرارات ديالها. عند خاصة مشات شي نماذج من قوانين تلك الدول بالأعضاء المكونة من الفريق الأممي، وكيبغي الدول ديالو ما عندهمش نية ولا عندهم القوضات، عندهم رجال الإدارة، يعني هي قالوا ذاك القرار. كنا كنحاولوا كنمشيو واحد المستوى ديال الغباء ديال الكلمة، كندورو ديما حول هذه الحلقة هذه، ما بغيناش نخرجوا من هذه الحلقة هذه. ولا سن يكون من الفريق الأممي، لا سن يكون من الفريق. تصور معايا القول، وقف السير ديال القرار، وقف لهم هضروا على القرار. ولكن شنو جا المستوى هذا؟ قضيت ملي كيحكموا على الحكم، الحكم تستقل عليهم. كنبقاو نناقشوا الحكم ولا قرار. أستاذ هو كيقول بأن هذا الباب أي يعني استشاري، يعني اشتراك قضائي. وإذا كان هذا الباب يكون مزيان يمثل المغرب، دابا لكن كيمثل المغرب في ذاك المنتديات الدولية ما يقدرش يقول هذا مستحيل يقول، لأن الدولة ملي كتقول أنا غنسني معاك ولكن ما كنلتزمش بأنني غننفذ بنود هذا العهد هذا مستحيل هذه الدولة هذه تمشي مجلس ديال حقوق الإنسان والقضية السامية للإنسان وليك ما عندها شي دور مصداقية الدولة كتمشي. الحمد لله أن هذا الشاد الكرامة ما كيمثلش المغرب في مجلس الدولة، الحمد لله. أما اللي يقول اللي بغاه وهذاك حقه ويدير مرافعته وكلامه، اللي بغا عنده كامل الحق، حنا عندنا كامل الحق هو اللي بغينا، ولكن كنجيو نتكلموا بالقانون الدولي المغرب المطالب بالوفاء التزاماته تجاه القانون الدولي، هذه هي الخلاصه غادي تكون منها باطلاق فورا صراحه. تنفيذا رأي الأمم.